هناك الغربية مع المركز الأول، لكن يا السعدية السعدية ومن سعيد الحظ اللي يحصل على هذا الانطلاق الصباحي والمركز الأول بهذا الشوط بهذا الحدث الهام. يا سلام الغربية والسعدية، الغربية والسعدية، السعدية الغربية الغربية، الله الله، يا سلام المنافسة الاندفاع السيطرة، غربية غربية غربية، انطلق هذا الإعصار إلى ناموس الشوط لكي يظفر بالمركز الأول. دائما من يعودنا على هذا الانطلاق الجميل والصباحي، لكن السعدية مع ثاني المراكز والمنافسة ما بين الاثنين ما بين التحديات المثيرة. سلام سلام يا الغربي، سلام سلام محمد بزايد بالخلفان المنصوري على الفوز، الغربية في المركز الأول، المركز الثاني السعدية لهجر الشيحانية محمد بن خالد العطية، كان من يتابع مباشرة بتحدياتي. هذا الشعار هادي بشو السعيد بشقله المري، ما زال صامت ما زال يتواصل بهذه المنافسة، يقدم لنا هملولة ولكن غربية، الغربية 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 تنطلق، الغربية ذهبت مع تحديات أول الأشواط والآن تنطلق، ويقدم لنا محمد بن زايد بن خلفان المنصور الغربية الأخرى، الغربيات ينطلقن بهذه المنافسة، ينطلقن من ميداني الشهيد الشيخ فادي احمد الجابر الصباح رحمه الله وطيب الله تراه. بسم الله انطلقت الغربية، وهذا العرض المتميز من هذا الخبير محمود بن محمد بن سالم الوهيب يقدم لنا الغربية، والله ما تحتاج والله ما تحتاج يا ابو محمد، انطلقت الغربية، سلام سلام غربية، سلام سلام للغربية، تهانينا لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري على فوز الغربية بثاني تحدياتي هذا الصباح المركز الثاني. شعار هجنة الشحانية ثانيا مع الداب 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 يصل، ولكن مساح ينطلق مساح ينطلق، والداب قادم الداب قادم ومساح ينطلق، الامتار الاخيرة الامتار الاخيرة الامتار المجنونة، الله التحدي المثير التحدي المثير، ولكن مع المركز الاول لا زال مساح مساح منطلق مساح منطلق مساح مساح لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم الذي يقدم لنا مساح بانطلاقته مع سيف العميمي مع سيف العميمي، الامتار الاخيرة الامتار الاخيرة، ها هو مساح يؤدي العروض الممتازة على 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 نهاية هذا التحدي، على نهاية هذا التحدي، التحدي الاخير والمنافسة كذلك، ها هو يتواجد على المركز الاول، تهانينا تهانينا والف مبروك لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وكذلك التهاني للمضمر سيف العميمي الذي قاده الى خط النهاية وانتزاع السيارة، تهانينا والف مبروك. ثاني المراكز كان وصول الداب لهجنة الشحانية، تهانينا كذلك. بالموقع بالموقع الممتاز، التحدي الأخير، الثلاثية المتميزة المتنافسة المتصارعة من أجل الناموس، البصير يتقدم، البصير عاد، البصير عاد، سالم بن سهيل العامري العزم مع المركز الثاني، محمد بن حمد بن سريع الشهواني، اللحظات الأخيرة عاجل مع المركز الثالث، عبد الله بن ناصر بن مشيط المري، ولكن وصل النشبي، سعد بن حمد بن سليمان الجبرين، ولكن البصير البصير ما زال البصير ما زال العزم يحاول وعاجل استعجل باللحظات الأخيرة، ولكن البصير البصير هو الأقرب لناموس هذا الشوط، الله 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 الله، اللحظات الأخيرة اللحظات الخطيرة، هناك هناك البصير عاجل العزم عاجل العزم، اللحظات الأخيرة البصير 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 ينتزع الصدارة، تهانينا وألف مبروك للسيد سالم بن سهيل العامري على فوز البصير بناموس هذا الشوط وحصوله على السيارة. الذيبة ذيبة ما خاف الظن في الذيبة، الله، ولكن المركز الثاني تصل بينونة مع نجم المواسم محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، السيارة وين الناموس وين، الله
الله الله، اشتدت المعركة واشتد الصراع، ولكن الذيبة 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 على الصدارة. بينونة قادمة، بينونة قادمة، بينونة قادمة. محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، بن خلفان لا خلف لا خلف يا بن خلفان. سلام سلام الغربية، سلام سلام الغربية، سلام سلام نجم المواسم، سلامي وتحياتي لأهالي دولة الإمارات العربية المتحدة. سلام سلام بن خلفان، سلام سلام لمحمد بن زايد بن خلفان المنصوري على هذا الفوز الغالي. المركز الثاني وصلت الذيبة محمد بن بطي. انطلقت بالصدارة هنا الجزيرة، الجزيرة على المركز الأول تمثل أهالي قطر في هذه اللحظات. وأيضا الشايبة قادمة قادمة بطموحات العنابي في هذه اللحظات. الشايبة الشايبة طالب بن علي بن عمارة المري بدأ يغير من عمارة ليهدي السلامات إلى أهالي العنابي، إلى أهالي دولة قطر الشقيقة في هذه اللحظات من أرضية هذا الميدان. أحد فريق العنابي المشاركين على أرضية هذا الميدان في هذه البطولة على المركز الأول أو المملكة العربية السعودية. الله يا سلام، انطلقت الشايبة الشايبة الشايبة، بدأت تندفع بدأت تندفع الشايبة مع المركز الأول. الشايبة والأمتار الأخيرة هنا، الأمتار المجنونة، الأمتار الذهبية تحسبها الشايبة بكل النجاحات. تهانينا والناموس إلى مالك الشايبة طالب بن علي بن عمارة، وتسلم يمينك يا بن عمارة. المركز فك من الحجاز، ما في فك من الحجاز، الحجاز الحجاز. الله سليمان بن رويشد الجهني وصل وصل وصل، شعار شعار ممثل المملكة العربية السعودية مع انطلاقتي. سليمان بن رويشد الجهني مع التحدي الأول، مع المنافسة الأولى. الحجاز لا زال مسيطر، الحجاز لا زال مسيطر، سيطرة تامة سيطرة تامة. التحدي الأول التحدي الأول مع انطلاقة الحجاز لسلم سليمان بن رويشد الجهني. ينتزع السيارة، يهدي السلام إلى أبناء المملكة، أبناء المملكة العربية السعودية. تهانينا تهانينا من الأعماق لوصوله لخط النهاية، معلنا الفوز مع اللحظات الأخيرة مع اللحظات الأخيرة مع اللحظات الأخيرة مع اللحظات الأخيرة. الحجاز تهانينا من الأعماق إلى أبناء المملكة العربية السعودية وانتزاعهم للمركز الأول. تهانينا سليمان بن رويشد الجهني، ثاني مراكز وصول براق. احمد الثاني وعملية التضمير مع ابن هليل حسين بن عبد الله، حسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل في عملية التضمير. المركز الاول والمركز الثاني والمركز الثالث كلها مع ابن هليل. روح يا ابن هليل روح، سلام بن هليل سلام، سلامي وتحياتي لسعادة الشيخ عبد الله بن علي بن احمد الثاني على هذا الفوز. قطر قطر قطر، سلام قطر سلام، سلام الشحانية سلام، سلامي وتحياتي لأهالي ميدان التحدي على هذا الفوز الغالي. روح يا ابن هلي الروح، سلام 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 بن هلي السلام، سلام توك سلام سلام توك سلام. ارفع يدك ارفع يدك فوق، سلامي وتحياتي لمالك توق سعادة الشيخ عبد الله بن علي بن احمد الثاني، والى المضمر المتميز حسين بن عبد الهادي بن طالب بن هليل المركز الثاني. حمد بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني، الله يا هذه المطية اللي بدأت تقود المشاركين، رمز على الصدارة. الله يا رمز في موقع الرموز، في موقع الكبار تعلن تحدياتها على المركز الأول على المقدمة. حمد بن عبد الهادي بن طالب بن هليل الغفراني، الله يا الغفراني. بدأ ينطلق الآن، بدأ يحرك رمز على المركز الأول. شوف المسافة يا مخرجنا العزيز،
شوف الأداء الرائع ما بينها وبين الثاني في هذه اللحظات. انطلقت الآن، اندفعت بالمركز الأول مع التحديات، بدأت تشم الزعفران، بدأت تشم الزعفران في اللحظات الأخيرة، وهنا تقدم هذا العرض. حيوها 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 بالمنصة، تستاهل التحية. تهانينا والناموس إلى مالك رمز، تهانينا الحمد بن عبد الهادي بن طالب بن هلي الغفراني. أشكرك يا الغفراني.